السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقي 40 يوم أو أقل من 40 يوم ورح يطبق نظام صارم جدا جدا. نصيحة اللي عنده عامل وتاركه بالشارع، يا رح يجيكم نظام يطبق حق التستر، والله ما يرحمش. غرامة أقل شيء 1,000,000 ريال، والموظفين والمراقبين ما راح يكونوا من نفس البلد اللي انت فيها. يعني اللي في تبوك حيجيبوا الناس فرضا من المدينة، واللي من المدينة حيجيبوا لهم ناس من حايل، واللي من حايل يجيبوا لهم ناس من القصيم. جاي نظام صارم، نصيحة أقولها لك. واللي بلغ له، شوف، له مكافأة 30%، يعني له 300,000 ريال. انت خليت العالم كلهم مراقبين، حتى جارك لو انه جارك بيبلغ عليك، لو انه عارف ان عندك عامل انت متستر عليه او محل انت متستر.